على امتداد القارة العجوز تجول سباير بقمتها الدولية ومعرضها العالمي سباير فور سبورت لتعرف العالم على الطريقة القطرية في التعاطي مع إنشاء الأجيال الجديدة من الرياضيين، لا بل وتشاركهم دروسها وعلومها في مناهج العلم والتطوير، وتفعل المستحيل لتوفر كل المستلزمات التي تساعد على بلوغ أعلى قمة في العطاء لهذا النشر. إنها أرض الأزهار اللامتناهية وطواحين الهواء المترامية، إنها أرض هولندا. هنا محط رحال معرض سباير فور سبورت وقمة سباير العالمية لعلوم كرة القدم وتطوير الإداء 2016. إنه أمستردام أرينا، ملعب نادي أياكس العريق. ليلة واحدة فصلت بين مباراة لفريق أياكس والمعرض، وقد عمل الشباب على تجهيزه في ليلة واحدة حتى أصبح جاهزاً لاستقبال الحدث الأكبر. وفي الصباح كان الافتتاح. أسماء مشهورة وأعلام في عالم الرياضة، إضافة إلى الحضور الرسمي الهولندي والقطري، كانوا على الموعد. إريك فان دير بورغ نائب عمدة مدينة أمستردام كان أول من تحدث وشكر الحضور جميعاً، وكذلك سباير على اختيارها أمستردام مقراً للدورة العالمية الثالثة لهذا المعرض. ثم تكلم بعده وينك ماكرينيك الرئيس التنفيذي لأمستردام أرينا، وتحدث السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سباير زون بالإنابة. ذلك كان بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى هولندا سعادة خالد بن فهد الخاطر. ثم تم افتتاح المعرض بقص الشريط الأزرق. من المهم للغاية أن نستضيف هذا الحدث، حيث أن دولة قطر هامة للغاية عالميا. سعدنا للغاية باستضافة هذا الحدث الكبير وبالخص على ملعب أمستردام أرينا. انتقل الجميع بعدها إلى أرض الملعب، حيث تقام فعاليات قمة سباير لعلوم كرة القدم والتطوير. وتحدث كل من إيفان برافو مدير أكاديمية سباير عن فكرة هذه القمة والتحدي الذي خاضته سباير. دائما نبحث عن ثلاثة معايير. يجب أن يقام الحدث في مدينة تعشق كرة القدم، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لنا. نحن نملك ذلك في أمستردام. هولندا تعشق كرة القدم. بعض الأندية تم تدشينها في عام 1900، أي تبلغ من العمر 117 عاما تاريخيا. هم يعشقون هذه الرياضة. في هولندا هناك العديد من اللاعبين المميزين. هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني هو اختيار موقع متميز، حيث بالإمكان السفر إليها من كافة دول العالم بسهولة. المعيار الثالث هو ترحيب المدينة بهذا الحدث، حيث بإمكاننا دعوة الشركات والمدربين. يجب أن تكون لديهم رغبة كبيرة في استضافتنا، وعندما تتوفر الثلاثة معايير ليس بإمكاننا رفض الدعوة. كونغرس سباير فور سبورت يقام منذ سنوات، لذلك فهو يملك قيمة وأهمية كبيرة.
وهي فرصة للشركات التي تريد المشاركة في مجال كرة القدم وكأس العالم لتقديم أنفسهم للجهات المسؤولة في قطر، وهي طريقة مميزة للقيام بذلك، مما سيؤدي إلى نشوء علاقات ومن ثم البدء بتقويتها. هدفنا عرض بعض الوسائل التكنولوجيا التي نستخدمها في قطر وأمور أخرى في مجال كرة القدم. هناك أيضا شركات مشاركة من خارج قطر والتي تسعى للاستفادة من منتجاتنا في هذا المجال. هي فرصة مميزة للغاية بالنسبة لنا، حيث نهدف لتقديم خبراتنا من الدوحة وللخارج. Which we have in Doha outside. ثم تلاه في الحديث السيد فالتر دي سالفو مدير علوم الكرة والتطوير في سباير، وتحدث عن التجربة والمواضيع التي ستتطرق إليها القمة. There are many things that are different. هناك العديد من الأمور المختلفة. في العام الماضي قدمنا العديد من البرامج التدريبية، محترفون من الخارج ومن أكاديميتنا حضروا إلى هنا لتزويدنا بخبراتهم. هذه السنة شخص مميز متواجد، خوليو فلاسكو مدرب منتخب الأرجنتين، ديفيد كولينز من جامعة أونلاين شور، وننتظر أن نتعلم الكثير والاستمرار في تطوير معرفتنا، نحن وكافة الأندية 50 والاتحادات. هذا هو أبرز الأمور الجديدة والمبادئ الهامة الأخرى، تلك التي تمتد للمجتمع. تلك الأندية 50 بالإضافة إلى اللجان الأخرى ستعمل مع أشخاص آخرين وأندية أخرى التي تم دعوتها للقدوم هنا والعمل سويا. لذلك لدينا 40 نادي إضافي، أندية صغيرة ولكن اتحادات هامة للغاية، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليفربول، ميدلزبرغ وفرق صغيرة أخرى. ما نقوم به أمر لا يصدق، مجموعة أصدقاء سباير يساعدون في تطوير الأداء في كافة أنحاء العالم. نحن نساعد الفرق الصغيرة. في الوقت الحالي هذه المجموعة هي المرجعية للأداء الكروي في العالم. ثم بدأت الفعالية. أول المحاضرات كانت مع مدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي قدم شرحاً لخطط في عالم كرة القدم، وكان عنوان المحاضرة اللعب الجماعي بين لاعبين وثلاثة لاعبين وفكرة التخلص من اللاعب الذي يحرسك وطريقة التموضع. Lo que creo que es el punto más débil del desarrollo del juego es cómo se forma un futbolista. ثم يأتي بعدها الموضوع الأول للقمة وهو تحت عنوان من البيانات إلى التدريب، والذي كان النقاش فيه عن مشاركة البيانات بين المدربين وباقي فريق الدعم لمزيد من التحليل لهذه البيانات وعن أفضل السبل لاستخدامها في منهجة الاستراتيجيات. The tactical aspect is really important, but probably every situation is different. على المقلب الآخر كانت فعاليات معرض سباير فور سبورت قد بدأت، وهي عبارة عن لقاءات عمل ما بين الشركات القطرية والشركات الهولندية والأوروبية التي طلبت مواعيداً لكي تقدم ما لديها من خبرات في مجال الرياضة إلى المؤسسات القطرية التي تعنى بشؤون الرياضة في قطر. مؤسسة سباير زون سعيدة بمشاركتها كعادتها في مؤتمر سباير للرياضة في هذه النسخة في أمستردام. الحقيقة كانت فرصة جميلة جدا للاحتكاك بصناع القرار في المجال الرياضي على المستوى العالمي، وتحت لنا الفرصة في هذا المؤتمر لعرض تجاربنا احنا كمؤسسة سباير زون ومحاولاتنا الدؤوبة في رفع المستوى الرياضي أو التعلم من هذه الأنشطة الجديدة في الرياضة، بالإضافة إلى تركيزنا على تثقيف الناس اللي يجوننا ويزورونا في المعرض عن مؤسسة سباير زون ورؤيتها اللي هي تتمثل في أنها إن شاء الله راح تكون المرجع، واحدة من المراجع الرياضية العالمية المهمة في العالم بحلول سنة 2020. والله الإكسبو هذا سباير سبورت هذه ثالث مرة يصير خارج قطر،
وهالبرنامج هذا سباير سبورت يدعم كل الأمور الرياضية اللي في الدوحة وهي تعكسها خارجيا، وإحنا كلجنة العليا للمشاريع والأرض لجعة كأس العالم ضروري إن إحنا نشارك في هالبرامج هذه لأجل إحنا نكمل الأمور الرياضية في قطر. والله كثر الضيافة، دائما تطلع أن تشارك في دائما الإكزيبيشن والمؤتمرات والندوات اللي تخص دولة قطر. معروف أن الضيافة مهمة في كل الاحتفالات اللي تصير. احنا طبيعتنا الحمد لله نملك شركة تملك 34 فندق عالميا في كل الدول، نحاول نشارك باسم دولة قطر. الفنادق مهمة للاحتفالات، توفر السكن والتنقل والخدمة المطلوبة للمتواجدين إن شاء الله. على جانب المعرض والقمة تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد القطري لكرة القدم ممثلا بالسيد منصور الأنصاري والسيريا اي ليغا إيطاليا ممثلة بالسيد ماركو برونالي، يقضي باستضافة الدوحة للمرة الثانية مباراة كأس السوبر الإيطالية والتي كانت استضافتها الدوحة سابقا. اليوم الحمد لله وقعنا ويا الدوري الإيطالي الممتاز حق استضافة كأس السوبر في قطر إن شاء الله في تاريخ 23، وكانت فرصة حلوة لنا نحن نقدر نوقع ونعلن عن هذا الشيء في هذه المناسبة. بالطبع نحن سعداء بالتواجد هنا مرة أخرى لنعلن أن كأس السوبر الإيطالية ستقام في الدوحة في قطر، والسبب في اختيار الدوحة منطقي للغاية حيث الخبرة الكبيرة لمن قام على النسخة السابقة والأجواء المميزة للغاية وكرم الضيافة والخبرات التنظيمية على أعلى المستويات. لقاء النجوم. اللقاء الأول جمع شريكين من أيام الزمن الجميل لنادي برشلونة. سعيد للغاية بالتواجد في هذا الحدث المميز حيث الجميع يتنفس كرة القدم هنا، لذلك أنا سعيد للغاية. سنستمتع الآن بندوة مارسيليو بيلسا، كنت أتمنى أن يكون هذا الكونغرس لأيام أكثر كي نستفيد أكثر، لكنه أمر مميز للغاية أن نتواجد هنا للتعلم ونقل القليل من خبراته لنا. في المستقبل القريب سأزور تشافي وأكاديمية سباير. تشافي تحدث لي بالطيب عن هذه الأكاديمية، بكل تأكيد أتشرف بزيارة هذا المعلم الرياضي. muy interesante y un placer para mí será poder visitarla. bueno creo que este congreso es muy positivo para los entrenadores sobre. هذا الكونغرس مهم للغاية للمدربين والفنيين في سباير. نعمل بشكل مميز في أكاديمية سباير حيث لدينا مدربين على أعلى المستويات وأجيال من الرياضيين للمشاركة الإيجابية التنافسية في المونديال. العديد من اللاعبين المميزين في المنتخب القطري هم من خريجي أكاديمية سباير، وبالطبع مستواهم سيتطور في السنوات القادمة كي يستطيعوا المنافسة بقوة. هذه الندوات هامة للغاية للمدربين لتبادل ومشاركة الآراء والتعلم. سباير تسير على الطريق الصحيح، هذه الندوات هامة لمدربي سباير والمدربين الآخرين. أما الحلقة الثانية من لقاء النجوم فكانت مع نجوم أياكس أمستردام السابقين رونالد ديبور ومارك أوفرماس. It's good to see so many clubs coming over here. من الجيد رؤية العديد من الأندية المشاركة هنا في أمستردام لتبادل الآراء، حيث أن كل دولة لها طريقتها الخاصة في العمل. نحن مختلفون عن الدول الأخرى، يجب أن نتعلم من بعضنا البعض للوصول إلى الأفضل سويا. سعيد برؤية بيول وتشافي اليوم ومعرفة ما يقومون به ومشاريعهم المستقبلية، هذا أمر مهام للغاية بالنسبة لي. They want with the future, so that's for me very important. We are known as Dutch people to have a very. الهولنديون معروفون بمدى تطور مستوى الفئات السنية، نملك خبرة تزيد عن 100 عام في مجال تطوير الشباب على الطريقة الصحيحة. هذه الخبرة والمعرفة ننقلها لسباير وللاتحاد القطري لكرة القدم. من المهم للغاية، وقلت ذلك بالأمس، إذا أردت النجاح فأنت لا تبدأ ببناء المنزل من أعلى، بل يجب أن يبدأ من الأساس. القاعدة هي الأهم للتأكد من أن البنية التحتية قوية للغاية، لذا لكي يتوجب العمل مع فئة الشباب حيث أنها فئة هامة للغاية. الأندية يجب أن تتوفر لديها إدارات جيدة ومدربين مميزين، وهنا تكون لديك فرصة للنجاح في المستقبل مع فئة الشباب. To bring up young kids.
بعدها جاء وقت الشركاء الداعمين، حيث قدم كل منهم عرضا لتقنياته الخاصة بالرياضة. معرض بهالحجم برات قطر مهم جدا، مهم جدا لقطر as يعني for the World Cup 2022. It's very important للexposure، وحتى يعني تحتلي الشركات القطرية تتعرف على تاخذ experience أكثر من الشركات الأجنبية especially هون. وانتهى اليوم الأول مع حلقة النقاش الخاصة بالقمة تحت عنوان العودة إلى الملاعب، وقد ناقشت فيه تبادل المعارف حول كيفية عمل فريق الدعم من أجل تحسين عودة اللاعبين المصابين إلى اللعب ضمن الفريق. إنه اليوم الثاني للمعرض. منذ الصباح الباكر توافد الجميع إلى مقر المعرض في ملعب أمستردام أرينا، ومع اكتمال العدد بدأت فعاليات القمة من جهة، ومن جهة ثانية كانت لقاءات العمل في معرض سباير فور سبورت. أولى لقاءات القمة كانت ورشة عمل تحت مسمى التعقيبات والتواصل، وتبحث في عملية التواصل بين اللاعبين والمدربين والموظفين أثناء عملية التطوير ونوعية هذا التواصل والغاية المرجوة منه. So it's more transparent in a way that everybody can communicate on a single line, so to speak, that we have kind of a platform, a common platform that everyone can relate to and then move away from and come back to. لقاء النجوم في الحلقة الثالثة استضاف المدرب البرتغالي النجم أندري فيلاش بواش. The young player is at this stage, you know, they want everything quick and everything so fast. ثم كانت الحلقة الأخيرة من لقاءات النجوم، وكان ضيفها الحارس الهولندي النجم أودوين فاندرسار. 45 now, so I start to feel my hip and my knees and everything. So it's of course it's the best thing that I've done, and I really appreciate what football brought me. And hopefully I get a new challenge in November. I will be CEO of this fantastic club. على المقلب الآخر، كانت ما تزال لقاءات العمل سارية على قدم وساق ضمن فعاليات معرض سباير فور سبورت. والله هذه أول مرة المختبر يشارك في مثل هذه الفعالية، وهي مناسبة جيدة. في كان إقبال جيد ملحوظ من كثير من الشركات بالأمس واليوم، قمنا بما يعادل يعني تقريباً إلى الآن حول 20 مقابلة مع شركات مختلفة. بعض هذه اللقاءات كانت فيها فائدة قوية جدا للمختبر، شركات عندها خدمات ومنتجات احنا بالفعل بالمختبر بحاجة إليها. هذه الندوات هامة للغاية. السفارة تقوم بإنشاء علاقات مشتركة بين هولندا وقطر. نحن سعداء بهذا النوع من التعاون بين أمستردام وسباير، فهما مؤسستان كبيرتان. من الهام للغاية التعاون المشترك في هذا النوع من المشاريع وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين، وهذا ما نريد أن نرى المزيد منه في المستقبل. المحاضرة الأولى في قمة سباير الدولية كانت لقاء تدريبي لديف كوالينز، الذي قدم عرضاً تحت عنوان نحو ثقافة عالية الأداء في كرة القدم. One of the big things for me is that if we are going to try and change individuals as opposed to culture, we start it when they're 8 or 9. We don't leave it till they're 16 because then it's difficult. ثم حان وقت الجزء الثاني للمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، وكانت محاضرته في منهجية تطوير لاعبي كرة القدم المحترفين. De sistemas tácticos, yo siempre tomo un esquema de referencia considerando las posiciones y funciones originales. بعد ذلك كانت المحاضرة مع خوليو فيلاسكو تحت عنوان العلاقة بين المدرب واللاعبين المحترفين. Hay algo que caracteriza al deporte
que no tiene ninguna otra actividad. فترة الغداء هي الفترة الوحيدة التي يلتقي فيها المشاركون فيما بينهم، وتبدأ النقاشات الجانبية فيما يخص الرياضة. أعتقد بأن التوقعات في كل سنة تكون أفضل من السنة التي سبقتها. مستوى الندوات والمشاركين، كل ذلك يسير بشكل مميز للغاية. أعتقد أنه في المستقبل القريب ستكون لدينا أفكار أفضل بكثير نستطيع تبادلها مع بعضنا البعض. سباير جلبت العديد من الأمور الحديثة لعالم كرة القدم، تبادل الأفكار التي نراها هنا ومعرفتهم وأمور أخرى على أعلى المستويات، أفكار تساهم في تطوير الأندية بشكل خاص. طبعا بالنسبة لتطوير كرة القدم، أكيد أن هناك في عدة نظريات مستحدثة في هذا المجال، وبالتالي الخبرات اللي متواجدة نقل خبراتها والاستفادة منها في سباير ووضعها كبرامج تدريبية بالنسبة لتطوير المواهب الرياضية، طبعا أكيد أنها راح يكون لها كبير الأثر في انعكاس ذلك على مستوى الأبطال اللي موجودين عندنا في يعني في كرة القدم بالنسبة للرياضة القطرية، وأكيد أن هذه فوائدها راح تظهر على المدى البعيد بإذن الله. So this kind of project is improving every year. هذا النوع من المشاريع يتطور سنويا. في السنوات السابقة كانت هناك فرصة مذهلة، عدد الخبراء والمواضيع تطورت كثيراً، تطور 360 درجة من ناحية المعرفة في المجال الكروي والتركيز التام على الأمور الحقيقية التي تصنع الفارق في عملنا. مشروع سباير طموح للغاية، وهو مشروع على المدى الطويل، ليس مشروع لسنة أو سنتين أو ثلاثة، بل هو مشروع لسنوات طويلة. هذه فرصة فريدة من نوعها لكافة الفرق المشاركة هنا لتبادل الآراء والأفكار. لربما نحتاج إلى الكثير من الوقت لشرح هذه المفاهيم بوضوح، حيث أننا جئنا من بيئات مختلفة. في المرة الأولى عندما تشارك هنا لا تعرف الكثير من الأشخاص. هناك بعض المشاركين جاءوا هنا للمرة الثالثة، لذلك هم واثقون من أنفسهم ويعرفون طبيعة الأمور والبرامج هنا، وهو أمر إيجابي مما يعطي قيمة إضافية لكل برنامج ولكل نادي. فخورون بما تقوم به أكاديمية سباير في مجال الاستثمار وتنظيم مثل هذا الحدث الكبير. And very appreciated obviously for the investment that is made by Aspire to get something like this organized. وجاء بعدها وقت ورشات العمل، حيث انقسم المجتمعون إلى ورش عمل صغيرة كانت تعمل على عناوين حلقات النقاش التي دارت على مدار يومين. ماثيو فاردي اختتم المحاضرات تحت عنوان فهم مقاييس تحديد المواقع المستخدمة في كرة القدم، وكان اللقاء مع الفرق المستضافة الجديدة. I'm never going to recommend to someone. I'm never going to say this is the way you have to analyze things. This is the threshold you need to use. This is the minimum time you need to use. Because you might have a different question. وفي نهاية اليوم الطويل والقمة كانت مناقشة ما توصل إليه المشاركون في ورشات العمل والتوصيات التي سيتم العمل عليها في لقاءات قادمة. وانتهت القمة مع انتهاء استعراض هذه التوصيات.